هذا سائل يقول قبر والدتي في مجرى سيل، وقد وضعت عليه أسمنت حماية له، فهل يجوز لي هذا الفعل؟ إذا كان حماية له من السيل فلا بأس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، جعله على القبر يعني، أو جعل جدارا يحول دون السيل وبين القبر. يقول وضعت عليه. لا، ما يجوز هذا، يجب أن تصرف السيل، تعمل شيء يصرف السيل إلى مجرى آخر، أما أن تجعل اسمنت على قبر أمك فهذا لا يجوز، البناء على القبور لا يجوز. نعم.